ننتقل لمحطة جديدة. تفضل. محطة جديدة بعنوان الأعمال الكوميدية عام 1994. خلينا نحضر هالفيديو. شو بدي منه؟ كل خير. على أساس يستناني على الموقف من ساعة مشان يستلم مني السيرفيس وما إجا. ما إجا. انصراف. حضر سيدي. ها هي. يا نفر. الله يعطينا خيرك. بالظاهر بدك مصاري. لكن شو بدك؟ بدي اتغدى معك يا حبيبي. تذكرت فنجان القهوة لما اندلق عليك بيت اختي عايدة. هاي الشغلة ما بتضحك. انا بتضحكني. بتموتني من الضحك. انطلاقتك باسم كانت بالاعمال الكوميدية وبرصيدك مجموعة كبيرة منها. سلسلة عائلة نجوم، يوم بيوم، مدير بالصدفة، يوميات جميل وهناء، بقعة ضوء، الخربة، ضيعة ضيعة، وببساطة وغيرهم. أي عمل من هالأعمال بتحطه على راس الهرم بهالمحطة؟ عملين اللي هن بقعة ضوء أولاً، لأنه طلع منه لبقعة ضوء ضيعة ضيعة. يعني ضيعة ضيعة كان سكتش ببقعة ضوء. بقعة ضوء كان هو مشروع فعلاً لو استمر بالشرط اللي كان فيه مدهش. وضيعة ضايعة طبعا، لأنه ضيعة ضايعة بعد ما عملناه تحول فعلا لأيقونة كوميديا بالفعل، بشكل نحن ما كنا متوقعينه على الإطلاق، لا بل على العكس كنا متوقعين له فشل ذريع. شو كانت عناصر نجاحه؟ ما بنعرف، تجربة جديدة ما لنا ضمنانين إنها تنجح، لهجة ما بنعرف الناس رح تقبلها ولا ما رح تقبلها، كل شيء كان جديد، كل شيء. زائد إنه يعني بعض زملائنا اللي شافوا أول شيء كنا مصور الجزء الأول خوفونا يعني حقيقة. يعني أنا بتذكر حدا فيهم قالنا أنه شو هالتهريج وشو هالمسخرة اللي عم تعملوها، وكنا أنا ونضال الله يرحمه عم نتمنى أنه ما ينعرض المسلسل. يعني وكنا دائما إيه عم نقول أنه إذا انعرض بدنا نتبهدل. يعني هو انعرض ومر مرور الكرام على قناة أبو ظبي بتذكر بوقتها. بعدها بست شهور قررت المحطة على ما يبدو تعيد عرضه، وقام عمل شيء لا يصدق، عمل حالي. انا بتذكر الله يرحمه نضال، قعدنا انا وياه. نضال سيجري. اي والله رحمه الله عليه نضال لطيف. قعدنا وصرنا نضحك انه عم تجينا مسجات ما عم توقف. فيما بعد لما نزل على اليوتيوب بقى كمان انطلق وانتشر انتشار كتير كبير. انت اول اجر تقاضيته كان 26,000 ليره سوريه، أي ما يعادل وقتها تقريبا شي 500 دولار، صح؟ اسم الله عليك جايب شو؟ أول أجر تقاضيته. مظبوط الرقم أو منعدله؟ مظبوط الرقم، مظبوط. واليوم أجره لباسم ياخور يعاد من الأعلى. أنا أطلب ما يناسبني ضمن الشيء اللي بعتبره بكافئ جهدي، وأعتقد أنه أجري أجر بالنسبة إلي مقبول وجيد ومنطقي، وأنا يعني والحمد لله رضيان فيه. وزائد انه يعني كمان انا ما لي سنين قليله بهالمهنه، يعني انا صار لي 26 سنه. يعني انت عم تقول لحالك هلا بال 93 تخرجت، 93 لليوم كم سنه صاروا هذول؟ 27 ما 31 93 صاروا. لا كنت شاطر بالمدرسه. هي عم اقول لك